شركتي مع الاستاذ هاني البحيري، احنا على طول مع بعض. احنا بقالنا تقريبا 20 سنه بنشتغل مع بعض، وهاني البحيري يعني اخويا الصغير، بيساعدني ان انا اتعاون معاه سواء في الموضه سواء في الديفليهات. والخبر اللي انا بعتبره خبر سعيد ان احنا هنعمل اكاديميه مع بعض، يعني انا عندي اكاديميه للشعر وهنطورها ونعمل اكاديميه للازياء كمان، لسياسه التصميم وان زي الناس تصمم ازياء وكده. دي ان شاء الله هنعملها سوا باذن الله انا وهاني البحيري ان شاء الله. ليها ميعاد معين امتى بالظبط؟ والله احنا يعني ما يعني بالكتير قوي في مارس ان شاء الله هتكون نبتدي باذن الله. يعني هتبتدي الاكاديميه احنا بنجهز لها دلوقتي، واتمنى يعني او ان شاء الله بالكتير قوي على شهر مارس هتكون ابتدت ان شاء الله، وناخد طلبه وعاملين جزء جد فيها من يعني من غير فلوس، الناس تتعلم من غير فلوس، وجزء الناس هتدفع. يعني هنعمل توازن ان احنا عايزين نعمل حاجه نساعد بيها الناس انها تتعلم حرفه سواء كوفير، حاجه في الجمال او في الازياء ان شاء الله.